السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا هذا الجهاز، يعني يشتغل ولكن يوجد فيه مشكل إشارة. سوف أقوم بتوصيله بالكهرباء. أول جهاز يشتغل ولكن يوجد فيه مشكل إشارة، يعني بما أن يعني أقوم بتوصيله بالتلفاز ولكن لا تشتغل القنوات. توجد 13 فولت خاصة بأوريزونتال، وتوجد 15 فولت الخاصة ب الفيرتيكال، ولكن لا يشتغل. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاحه. الآن سوف أتركه على تردد الفيرتيكال وأقوم بالقياس خروج التونير. سوف نجد 13 فولت أو 15 فولت أو 14 فولت. نعم، توجد 15 فولت. نعم، توجد 15 فولت. سوف أحولها إلى فيرتيكال وتوجد 20 فولت. عندما أقوم بتوصيلها بكابل الخاص بإشارة، يعني لا تشتغل القنوات. هي 13 أوريزونتال. سوف أحولها إلى فيرتيكال، توجد 14 فولت. يعني في الشاشة يعني لا توجد لا الجودة ولا الإشارة، يعني كما تلاحظون هنا، يعني لا توجد لا الإشارة لا الجودة. يعني بما أن لا توجد الإشارة ولا الجودة، المشكل من هذا الأي سي هو الذي يعطي الدبدبات للإشارة لكي تشتغل. سوف أقوم إن شاء الله بتغيير هذا الأي سي إن شاء الله. سوف أقوم بنزعه. بسم الله. الهدف من الموضوع هو يعني او الفيديو يعني طريقة اصلاح الاعطال، هذا هو الهدف الاهم، لا يهم الجهاز. تم نزع الاي سي. يعني تم نزع الاي سي، هو الاي سي. يوجد عندي جهاز آخر يعني تالف، يعني تالف له البروسيسور. سوف أقوم بنزع منه هذا الأي سي، وسوف أقوم بتركيبه مكان هذا الأي سي، وسوف يتم إصلاح المشكل. سوف أرجع بعد نزع الأي سي آخر. يعني تم نزع الأي سي في جهاز آخر تالف، هو سوف أقوم بوضعه في جهاز آخر. هو الجهاز، يعني في الاي سي توجد يعني علامة يجب احترامها، وتوجد ايضا حتى في البوردة الى هذا المكان، ونقوم بتلحيمها. فأقوم بتركيب هذا الأي سي على هذا الشكل. عندما نقوم بوضعه في مكانه، نقوم بتلحيمه.
يعني تم تلحيم الآن الاي سي في مكانه كما تلاحظون. يعني بعدما تم تلحيم الاي سي سوف اقوم بتوصيله بالكهرباء ونجرب ان شاء الله، وسوف يتم اصلاح المشكل باذن الله، لان السبب سوف يكون هذا الاي سي الخاص بي يعني يعطي الاشاره او الدبدبات للفولت الخاص بي اوريزونتال و فيرتيكال. سوف اقوم بتوصيله بالكهرباء الان. سوف أقوم بتوصيله بالتلفاز لنرى هل سوف توجد الإشارة أم لا. نعم الآن توجد الإشارة، سوف نرى. هي الآن يعني توجد الإشارة، توجد الآن كاليتي تردد 11474. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.